معانا واحد من الناس المهمة قوي اللي كان لها دور كبير وفعال ومؤثر مع الإعلام الوطني في مصر خلال الأربع سنين اللي فاتوا برضو للتوعية وللتوضيح حقيقة الجماعة الإرهابية جماعة الإخوان المسلمين العقيد مهندس عمرو عمار، فليتفضل صاحب كتاب الاحتلال المدني. مساء الخير عليكم. الحقيقة أنا يعني دي مش أول مرة بحضر مثل هذه اللقاءات محمود بيبي لقينا ليها. عايز أدي تحية لكل أمهات شهدائنا من الشرطة ومن الجيش. عايز أقول إن إذا كان في حد دفع الفاتورة ما بعد 25 يناير فالشرطة والجيش هي اللي دفعت الفاتورة في الحقيقة عن الشعب المصري. هم اللي شالوا الحمل كتير قوي عنا، هم اللي بيضحوا بدمائهم دلوقتي. فأتمنى من كل الحاضرين ندي تحية لأمهات الشهداء في عيد الأم، وأشكركم جزيلا.